الجامعة الإسلامية تعلن انطلاق امتحان الكورس الثاني. انطلق الصباح اليوم في الجامعة الإسلامية امتحانات الكورس الثاني للعام الدراسي 2017-2018. للكليات: كلية القانون والعلوم السياسية، كلية التقنيات الهندسية، كلية الإعلام، كلية التقنيات الطبية، كلية العلوم الإسلامية، وكلية التربية. للمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الجامعة وللدراسة الصباحية والمسائية. متمنين لهم النجاح والموفقية في أدائهم الامتحاني.